حنعمل بودينج بالشوكولاتة، نشوف مع بعض المقادير. هحتاج في الأول أسخن كوب من الماء وأدوب الجيلاتين. الخطوة التالية هحتاج مي دافئ، ببتدي برضو أسخن شوي المي وأبتدي أضيف بودرة الكاكاو. يبقى الكاكاو عندي هلأ داب والجيلاتين عندي جاهز. هبتدي أصب نصف الكاكاو في طبق والنص الثاني في طبق ثاني وأسميه الخليط رقم 2. هبتدي هلأ أحط نصف خليط الجيلاتين ونصف خليط الجيلاتين في الطبق الثاني. هاخد السكر أحطه لطبق الحليب المركز المحلى للطبق الثاني. ممكن أستعمل قوالب السيليكون. هبتدي أضيف خليط رقم 1 أحطه في الثلاجة بضع دقائق، بضيف الخليط رقم 2 وبعد هيك بحطه بالثلاجة. وقت التقديم بحطها في حمام مي سخن لثواني بسيطة فقط وبقلبه، بيبقى عندي بالشكل هذا. صحتين وعافية. نبتدي أعزائي المشاهدين نجهز لوصفتنا. في كاسرول هيك تبقى بتكفي لكل الكمية. هحط المي والجيلاتين السادة، السكر، الجوز هند، حليب بودرة مجفف، حليب جوز الهند. ببتدي أحرك كل هالمكونات، بضلني أقلب لغاية ألاحظ إنه حبة الجيلاتين دابت تماماً. هلأ ابتدى هو تقريباً كأنه حيغلي عندي، فأعتقد الموضوع عندي هلأ أصبح جاهز. نوزعه في الكاسات وبخليهم في الثلاجة على الأقل عدة ساعات ياخذوا راحتهم بالثلاجة. نبتدي أعزائي المشاهدين هلأ نستعرض طريقة الفراولة. وحط عليها سكر ناعم بودرة، وحط عليها مزيد من حليب جوز الهند، وسيبوها على كاونتر المطبخ. وبعد هيك بتبقى عندي بالشكل هذا. بروح في السباتيولا بضغط عليها بالطريقة هاي، وهذا الصوص هو اللي حقدم البودينج معاه، وتستمتعوا بطعمه. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.